فقرتنا دلوقتي يمكن فقرة هتعجبكم جدا، لأن مصر فيها حاجات وأماكن حلوة كتير جدا على فكرة، وفيها بقى يعني بلدنا فيها ميزة انك مش شرط تكون معاك فلوس عشان تعرف تخرج او تبسط نفسك يعني عامه. عشان كده احنا كل يوم هيكون معادنا في فقره الفسحه، هنحاول نعرفكم ايه اكتر الاماكن اللي تقدروا تخرجوا فيها ببلاش من غير ما تصرفوا غير مواصلاتكم بس، واماكنها فين وتروحوا فين وايه احسن الاماكن اللي ممكن تروحوها. وكمان خليني اقول لك ان السهره يعني والخروج بيحلى في شهر رمضان والاجواء الجميله المميزه، والنهارده هنعرف اماكن ممكن تروحها ببلاش، يعني مش شرط عشان تتفسح تدفع فلوس كتيرة جدا او ان انت تكون شخص بتدفع كتير، العكس. النهاردة وهنقول لكم على كل التفاصيل وهنتكلم عن الموضوع بشكل اكتر مع اليوتيوبر بشوي رمسيس. صباح الفل، منورنا في صباح البلد. صباح الخير يا بشوي، منورنا. وايه موضوع بقى الفسح والخروجات اللي ببلاش دي؟ الناس جوه في الكنترول عمالين يقولوا عاوزين يعرفوا فين الفسح اللي ببلاش دي عشان نقدر ان احنا نروح الحقيقه. هو بالظبط ببلاش عشان هي فعلا يعني زي ما احنا عارفين ظروف البلد الفتره ديت بقت صعبه والناس بقت عايزه تخرج وتتبسط. يعني انا كنت ساعات بنزل فيديوهات الناس تقول لي احنا معناش فلوس نخرج يا عم، احنا لاقيين ناكل. فبالفعل كنت بشوف الكلام ده، فابتديت ادور على اماكن وخروجات فعلا مش هنصرف فيها اي حاجه. زي ايه مثلا؟ يعني مثلا في مكان زي مجمع الاديان ده مصر في مصر القديمه. الله. ده مكان مش هيكلفك حاجه غير تيكت المترو، ان انت هتنزل محطه ماري جرجس المترو القديم، هتنزل هتلاقي مجمع اديان كده كحاجات اثريه بقى لها مئات السنين زي الكنيسه المعلقه، مسجد عمرو بن العاص. ملوش تيكت الكلام ده؟ مفيش اي تيكت للدخول. المكان بيبقى مفتوح من 10 الصبح ل 4 اخر النهار العصر كده. المكان دوت هتلاقي بازارات، هتلاقي مكاتب، هتلاقي معبد يهودي، طرق العباده بتاعتهم وطرق الصلاه بتاعتهم. نقدر ناخد هناك صور حلوه جدا، بحب بقى التصوير والسيشن والحاجات دي، هياخد هناك صور حلوه قوي ومرات كده قديمه. حاجه خرافيه. هو المكان كله تراثي بقاله كتير جدا. برضو زي شبه المكان ده في مكان تاني اسمه خان جعفر في الجماليه. المكان ده بقاله اكتر من 1000 سنه، مكان برضو دخوله ببلاش. يعني ما اعرفش اي حد معاه فوتوغرافر ازاي ما يروحش يتصور هناك ويصور الناس، يعني ممكن تاخد هناك سيشن جميل قوي. مكان بقى شكل الدواوين، الكتاتيب، الحاجات البيبان القديمه، الحاجات القديمه الاثريه الانتيكه دي شكلها حلو قوي، بيبقى حلو قوي كمان في الصور. خروجه كمان مثلا زي ممشى اهل مصر. الموضوع اتطور جدا. بس دخلنا بقى لازم بالفلوس. لا ليه ده كده بس تخرج من مره بقى. انت لازم عشان تدخلي لازم تدفعي تيكت تقريبا. لا لا التيكت ده الجزء اللي تحت، في جزء فوق ده بيبقى مش بفلوس. وفي قعدات حلوه، كفايه ان انت قاعد بس منظر النيل، منظر الخضره، منظر الجو والشمس. القعده ببلاش من غير اي فلوس. ومش ممشى اهل مصر بس، انت الكورنيش كله، من مثلا كورنيش المعادي، كورنيش المانيال، كورنيش التحرير، شارع قصر النيل والتحرير، دي برده لوحدها في حد ذاتها خروجه ببلاش. انت تقدر تنزل تتمشى وتشم هواء وتتصور وتتبسط جدا من غير ما تصرف اي حاجه. ايوه بتكلم على ممشى اهل مصر وفعلا هو زي ما بيقول من بره، انما من جوه طبعا المنظر بيبقى شكله حلو. وده اللي هياخدنا لنقطه ثانيه، اللي هو انا بقى لو عايز بقى ايه اروق على نفسي، انا ادفع 10 و20 جنيه. انت عايز تصرف شويه بقى 20 جنيه. في مطاعم تحت بيبقى فيها فطار برده وحاجات بسيطه وكده، بس انت لو مش عايز تصرف فانت عندك الكورنيش كله، عندك كورنيش المقطم. كورنيش المقطم برده فيه جزء برده بفلوس، وفي اجزاء كتيره ببلاش. انت بتبقى قاعد بقى مش لازم نيل، المقطم بالليل بيبقى حاجه ثانيه، او في النهار او ساعه الغروب. بس حاجه كده مات ولا حصيره اقعد عليها، مش تبقى محتاج حاجه ثانيه. في المقطم مش اي حصيره، انت بس لو شله اصحاب هيقعدوا برده على الصخور دي ويتصوروا ويتبسطوا ويحكوا ويهزروا ويلبوا الزنيق خلاص، وشوفوا مصر كلها من فوق، بيبقى المنظر جميل جدا. فدي كلها خروجات ببلاش. عندنا برضو زي المولات التجاريه، طبعا مش من غير ما اقول اسماء، المولات دي بقى هتخلي الواحد عنده غريزه الشراء كده، هيصرف لو مش هيدفع. ايوه، عنده عايز يدخل يشتري حاجه، عايز صدقيني في ناس بتروح لمجرد ان هي مثلا تتصور هناك وتغير جو، هتشرب بس حاجه مثلا وخلاص، تتفرج على العروض والحاجات اللي خصوصا كمان في اجواء زي رمضان مثلا او في الكريسماس او في مناسبات معينه. في عندنا مولات كتير بتبقى في الشيخ زايد او في اي حته، بتبقى عامله ديكورات حلوه قوي، ديكورات بقى رمضان، الفانوس الكبير، الفنانيس، الحاجات دي في كريسماس مثلا، شجره كريسماس كده، تقدر تتصور وتتبسط وتمشي وتصرف. على غرار المناسبات احنا كنا بنتكلم انا وهادي ان احنا عايزين ننزل نتسحر، فانت بقى ترشح لنا مكان او للساده المشاهدين كلهم مكان في المتناول، عشان هو اللي هيدفع. صح، ده زياده العزومه عليه. بس لو حبينا بقى نصرف شويه مثلا في الزيت وعايز تحس باجواء رمضان عامه، عليك بقى على شارع المعز، الحسين، خان الخليلي،
السيده زينب، يعني اللي مش هيروح الاماكن دي مش هيحس برمضان. بس الحاجات دي ما بتبقاش غاليه عشان عارف ان السياح هناك، فالناس اللي بتبقى موجوده بيبقى بيستقطبوا اللي هم السياح، لا بيدفعوهم كتير. ده بيبقى فيه هناك يعني سوري، بيبقى فيه عربيات فول بتعمل اكل، بيبقى اكلها نظيف جدا، والاسعار برده في الحنين. واحنا مش لازم اخش الاماكن السياحيه، احنا هنشوف السياح وكل حاجه، مش لازم اخش الاماكن اللي فيها السياح. في اماكن مش للسياح ممكن، في اماكن بتبقى رخيصه وكويسه وعربيه فول تمام، يعني في الاخر هتعزمني على عربيه الفول بتبقى نظيفه جدا، اي حاجه وخلاص، زبادي لايت، زبادي لايت، هنروح على عربيه الفول نطلب كوبايه زبادي، لا ناكل فول عادي. وبرده في برده الحاجات بقى لو حبينا بقى نصرف شويه، هننزل بقى مثلا على الحدائق، عندنا مثلا حاجه زي الحديقه الدوليه، حديقه الطفل، حديقه في الحدائق دي مثلا رسم يدخلها 20 جنيه الفرد، وتخش الحديقه الدوليه دي دلوقتي جناين مساحات خضراء كتير، هي اصلا سميه بالدوليه عشان هي متقسمه كحدائق كتير، كل حديقه على شكل دوله معينه. في كمان جوه عملوا دلوقتي بقى لو عايز تصرف شويه في حديقه حيوان، تقدر تجيب مثلا معاك خاصه وحاجات وتقعد تاكل حيوانات او تشتري من هناك بوكس كده والخروجات العائليه والاطفال جدا جدا بالظبط. في كمان هناك سيرك، في ملاهي، فعلى حسب امكانياتك تقدر ممكن تخش ب 20 جنيه بس تتبسط في الحديقه، وتقدر تصرف شويه وتتبسط اكتر. يعني لو عايز تصرف لحد كام؟ 150 يعني، يعني التيكت اللي شامل في الحديقه الدوليه 50 جنيه. لا مفيش 100 جنيه، 50 جنيه في الحديقه الدوليه التيكت شامل، تخش تخش كل حاجه، الملاهي، تخش حديقه الحيوان، تخش سيرك، تخش كل حاجه، والسيرك كمان، السيرك كمان بتبقى فقره طويله كمان، ده ممكن مدتها نص ساعه. مش سريعا قبل ما نكتب فقرتنا، انا عندي فضول اعرف، هو انت بتعرف الاماكن دي منين؟ يعني انت بتدور بتلاقيهم ازاي؟ هو ده المحتوى اللي بيقدمه. هو انا بقعد ابحث، بتقعد تدور وبنزل، طبعا انا مش بلاقي الحاجات دي بسهوله، يعني انا بقعد ابحث كتير وانزل اشوف بنفسي واتاكد من الاسعار، حتى انا يعني ساعات لما بصور وبنزل بنزل صوره التيكت، انزل صوره صور المكان عشان الناس تشوف كل حاجه، واصور نفسي عشان اتاكد ان انا هناك. بيروحوا الاماكن دي وبتلاقي تفاعل كبير من الناس ان هي بتزور الاماكن دي بعد ما انت بتقول لهم عليها. الناس اوريدي بتحتفظ بالفيديوهات، انا عامل 10 اجزاء من سلسله 10 احسن 10 خروجات، يعني 10 في 10 ب 100 خروج. فالناس بتحتفظ بالفيديوهات دي وتبتدي بقى تستغلها في الاعياد، تبتدي تستغلها في المناسبات، في رمضان، في كريسماس، في اي مناسبه بقى. وكمان عامل سلسله ثانيه خروجه كل ويك اند، كل ويك اند، ان انت كل ويك اند تنزل تخرج، ومحدش يتلك يكون معيش فلوس، في خروجات فعلا اللي عايز ينزل ويتبسط هينزل ويتبسط.